الشوط الاولاني بين فيفا اكاديمي والدراويش مواليد 2009. يا ولد يا لعيب Yeah.
واحد صفر. الدراويش على فيفا اكاديمي. هي كانت ماشيه له، وقفتها ليه؟ يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. Thank you.
وقع لوحده ده. درويش ازيك يا حاج؟ ايه الاخبار؟ صون طيب؟ كله تمام؟ الحمد لله. انت تبع باريس ولا تبع فيفا ولا تبع درويش؟ فيفا؟ تحت امرك. الله يخليك يا حبيبي. مون شفت الشغل المرة اللي فاتت؟ ايه رايك؟ كنت بكلمك. والله؟ والله. Thank you.
يلا يلا خش كمل استرع قمر واللي تدفعه وهات لي صوره حلوه ليك ونعمله لك ماشي مش هقول لك اللي معاك بس اهم حاجه تصبر عليها شويه لان انا مسحوق هات اديها يا ولد يا جول
بتلعب في الدراويش؟ والله يعني انت من اسماعيليه جاي معاهم؟ والله من احلى ايام حياتي قضيتها في اسماعيليه. هوبا كده الكاميرا المدارية كلها صح؟ ايه سي شكلها تديها مية جامد، شكلها تديها مية جامد، السما مليانة مية. تلاقي عندكم في اسماعيلية بلد زمانها بتنطط، اسكندرية اللي بتنطط كتير انتوا تحت شوية مش مخبيين تحت. حط عبد الله بس قدام الجون يا علي. علي افتح الزاويه يا مصطفى. تمام تمام قدام الجون، قدام الجون. 10 يا كابتن، 10 يا دولي، مش 10 يا دولي، مش 10 خالص يا دولي، مش 10 والله. السويس
هياخد الفرقة مننا. احنا عرفنا. يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب لا
مذاكرة وكورة، مش كورة بس. ما تخليش حاجة على حساب حاجة. في نفس الوقت بقى ايه، مالكش دعوة بقى تركيز، ما لك تحتك بحكام ولا تحتك بلعيبة ولا تحتك بمدربين، حاضر ونعم طيب عشان توصل، ولا تتخانق مع حكم ولا بتاع ولا اي حاجة. الكرة لازمها الاحترام. اه وتركز في الملعب وتركز في الكورة، هتديك الكورة. كل التركيز ينزل يتخانق مع اللعيب ده، ينزل يتخانق مع كذا، ينزل يعمل كذا، ما ينفعش الكلام ده. أول هناك عرفش يلمها، لو لمها صح دي كان لما بتبقى صار في الجول حاجة أساسية. اشرب
اوبا مش عدلته الجول مرد بقى عملت كل حاجة إلا كنت توصلها لحد صالح الدرويش على فيفا اكاديمي مواليد 2009 دور انا بقى ازاي